إيداكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة على أرض مصر. ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 في دورته الثالثة، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. شارك في المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والسيد توماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط. وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية. وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35,000 زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال. وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستفسارات. حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.